السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على قائمة المنتخب التونسي، يعني منتخب هاني شقيق باغي نتكلموا عليه، فاني غادي نتكلموا على المنتخب المصري، يعني وين حتى موريتانيا وين غادي نتكلم عليها، فاني باش يكون في عندكم منتخبات عربية هذه تستاهل باش ندعموهم. يعني كي نتكلموا على المغرب نتكلموا على تونس، نتكلموا على موريتانيا، نتكلموا على مصر، وفي التصفيات كأس العالم كذلك نتكلموا على المنتخب الليبي الشقيق. هذه هي باش يكون على بالكم وين اليوم وين غادي نتكلموا على منتخب يعني تونس، قائمة تونس في أمم إفريقيا، خمس نجوم يغادرون حسابات جلال قادري. هذا جلال قادري راه على بالكم يخلص 11000 أورو فقط، يعني يربح فرنسا وربح من وربح من، يعني ويخلص 11000 أورو برك، هذا ممكن ولعب كوب دي موند. وليستعد المدير الفني للمنتخب تونس جلال قادري للإعلان عن قائمة نسور قرطاج لخوض بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقرر إقامتها في دولة الساحل العاج من 13 جانفي إلى 11 فيفري المقبلين، ومن المتوقع الإعلان عن اللائحة النهائية في أواخر الشهر الجاري، أي قبل دخول في معسكر التحضيري الأخير للمسابقة. ما شاء الله يعني هو بحسب يعني ما كشفه مصادر من جهاز الفني المنتخب نصور قرطاج المنتخب التونسي في الحديث يعني يوم الأربعاء أن قائمة جلال قادري ستشهد يعني العديد من التبديلات مقارنة بما كانت عليه في مبارتين السابقتين ضد سانتومي ومالاوي ضمن يعني جولتين الأولى والثانية من تصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا. وبات من الشبه مؤكد حسب نفس المصادر أن تشهد القائمة الجديدة الخاصة بالمدرب جلال قادري استغلال على بعض العناصر التي سجلت عودتها إلى معسكر الأخير مثل فرجاني الساسي وطه ياسين وخنيسي وفارس بالعربي، مقابل منح الفرصة للاعبين آخرين سواء من الدوري التونسي أو من العناصر المغتربة في البطولات الأوروبية، بالإضافة إلى إمكانية استغناء كذلك على النجم الأهلي الدوحة القطري ناعيم السليتي. رغم وجود كل هذه الأسماء في قائمة الموسعة والتي أرسلها الاتحاد التونسي في وقت سابق لنظيره الإفريقي الكاف، استخدم سبحان الله كل واحد. حنا نتمناو لهم يعني نتمناو هذا التوانسه فاني نتمناو لهم فاني يروحوا لابعد نقطه كما نتمناو مصر الجزائر حتى موريتانيا، علاش لا موريتانيا ما نفوتوش حنا مالغري موريتانيا راهي معنا، بصح نتمنى تفوت معنا، ما نقولش بلي غادي يفوتوا برومي يفوتوا برومي، بصح نتمنى يصيروا لواحهم امام بوركينا فاسو يديروا ديكال بوركينا فاسو، قادرين يديروا ديكال بوركينا فاسو، قادرين موريتانيا يعني قادره دير ديكال بوركينا فاسو وقادره تربح دوزيام ماتش تربحه. غادي نتلاقاو حنايا مع انغولا، انغولا ماهيش انغولا، الناس خالطه يقول لك انغولا ما انغولا، الناس ما انغولا ما كان والو، ها راهم راهم تفرجوا عليهم كاليفيكاسيون كوب دي موند ما كان والو انغولا، حتى بوركينا فاسو ما كان والو، شاهدنا وين لعبوا دو ماتش يعني بك شايف يعني خرجوا من عنق الزداد من عنق القرعه تاع الزداد، راه شاهدناهم. موريتانيا قادره فاني قادره علاش قاها، حنا نقول لكم بلي البرومي ماتش تاعنا غادي نربحو، دوزيام ماتش غادي كاع بوركينا فاسو يعني كاع المشاكل اللي ديرها من دمر 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 غادي بالك ماتشين معاهم. غير نتمنى ان شاء الله بربي موريتانيا تقلع مليح وين تحبس لنا كيسمو حنا نربحو وتحبس لنا يسموها البوركينا فاسو، احنا نربحو البرومي ماتش، نيل ربحنا دوزيام ماتش يعني موريتانيا يكون خاصها يعني تربح ماتش يكون خاصها نقطه، ولا راهم خاوتنا وماذا بينا يعني خلوها لهم خلوها عندهم، تزيد تربح دبلوماسيه رياضيه مع خاوتك، هذه هي هي هذه الحقيقة. كيما هكا الناس يعني ما تبين خطره 2015
يعني وين كانت طحنا في الكاليفيكاسيو كوب دي موند كوب دافريك كاليفيكاسيو تاع كوب دافريك 2015 ما خسرنا حتى مباراه، خسرنا اخر مباراه امام المالي بهدفين لصفر، وكانت المالي محتاجه باش تماركي دو بيت وما يماركوش عليها. راكم عاقلين عليها؟ هذه نعطيها لكم ناس كيفاش كانت دير دبلوماسيه رياضيه. كنا فايزين فتنا خاطر على كاين بزاف يقول لك او كنتوا تخسروا كنا نفوتوا حسابات. لا كنا نفوتوا الناس معنا، حنا كنا نفوتوا 2010 وين فوتنا معنا مصر كوب دافريك، وين حنا اللي ربحنا كوب شي، حنا ربحنا زومبيا الي روتور. مصر ما كانش غادي تفوت 2010، ما كانش غادي تفوت، باش يكون في علمكم فوتناها بطريقه غير مباشره. حبسنا لها زومبيا، هي دارت ماتش نيل مع زومبيا في بلادها، وحنا ربحنا زومبيا في بلادها 2-0. واه لله ربحنا زومبيا الي روتور، باش يكون في علمكم الناس. انتم راكم غالطين، حسابات هذه حساباتكم ديروا فيهم، وما كناش نربحوا وما كناش منا ما كناش نربحوا كيفاه هما الخوان. نشوفوا نورمال، نعاودوا نولوا نتكلموا على المنتخب التونسي. يعني اما اللاعب يعني وين نعاودوا نولوا نتكلموا، وين بات من شبه مؤكد حسب نفس المصادر ان تشهد القائمه الجديده الخاصه للمدرب جلال القادري استغلال على بعض العناصر التي سجلت عودتها في معسكر الاخير، مثل فرجاني الساسي وطه ياسين الخنيسي وفارس بالعربي، مقابل منح الفرصه للاعبين اخرين سواء من الدور المحلي التونسي او من العناصر المحترفه والمغتربه في بطولات اوروبيه، بالاضافه الى امكانيه استغناء كذلك على النجم الاهلي الدوحه القطري ناعم سليتي. رغم وجود كل هذه الاسماء في قائمه موسعه والتي ارسلها الاتحاد التونسي في وقت سابق لنظيره الافريقي الكاب، اما اللاعب الخامس والذي اصبح خارج حسابات جلال قادري فهو المحترف نادي يعني اوزاكا الياباني عصام جبلي، رغم انه كان مهاجم اساسي لمنتخب تونس في بطوله كاس العالم الاخيره بقطر. وكشف المصدر نفسه ان اعضاء الجهاز الفني يعقدون هذه الايام اجتماعات متواصله من اجل تحديد قائمة النهائية، موظف أن اللعاب أو اثنان على الأقصى تقدير من هذه الخماسي قد يصدر قادري لدعوته في نهاية الأمر، إذ تعرض أحد لاعبين أساسيين إلى إصابة، لكن مؤكد أن القائمة ستعرف انضمام لاعبين أكثر جاهزية واستحقاق ليحمل قميص المنتخب الشقيق التونسي وتنافس تونس في بطولة كأس أمم إفريقيا ضمن المجموعة الخامسة والتي تضم كل من المالي وجنوب إفريقيا وغومبيا، وسيخوض نصر قرطاج جميع مباراتهم في الدور الأول بمدينة يعني التي تبعد مسافة 564 كيلومتر عن العاصمة أبيجان. المهم حنايا نتمناو لهم يديروا باركو شباب، يعني كيما حنا فانيك هذه هي كيما حنا فانيك نحاولوا نديروا باركو شباب. سبحان الله حنا عندنا لي فيكتيف عندنا نهائي، حتى التوانسه والمصريين يعني وين لي فيكتيف يستاهلوها خويا. هذه يا خويا. المهم حنا كما يقول لك المنتخب يعني وين المنتخب التونسي او يعني المنتخبات العربيه ان شاء الله يشرفوا الكره العربيه افضل تشريف. يعني خمس منتخبات ليس بالهين، وزيد اربع منتخبات في على راس القوائم، يعني على الاقل نشوفوا ثلاثه في النهائي، خمسه سي محمد، على الاقل نشوفوا يعني ثلاثه في النصف النهائي وحده في النهائي على الاقل من المنتخبات العربيه. وانا نرشح هذه هي الله ما يقول لك قداش بالمكتوب. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد، واللي مشي ابوني معنا
وربي يحفظكم ويحفظنا معكم.